اهلا بيكم يا شباب في قناتكم ايزي نيو تك. معانا هنا هتشوف فيديوهات ما حصلتش، زي مثلا اجمد الالعاب اللي بتنزل كل شهر، وكمان بنعمل انبوكسنج للاجهزه الحديثه زي البلاي ستيشن 5 والايفون. كمان بنجيب لك اجمد التخفيضات اللي بتنزل على البلاي ستيشن ستور، وبنركز على الالعاب اللي بتكون اقل من 10 دولار وساعات كمان اقل من 5. وفي سلسله فيديوهات هتعلمك تصلح دراعك بنفسك، سواء دراع البلاي ستيشن 5 او الفور، زي مثلا مشكله الانالوج اللي بيتحرك لوحده، وكمان بنفك وبنفصص الدراع حته حته وبنرجعه تاني كما كان، وبنعمل كده برضه في الايفون. وكمان بنقدم جيم بلايز وتيبس وتريكس في فورتنايت، وجيم بلاي مليانه اكشن ولحظات ممتعه. ارزع بقى زرار السبسكرايب عشان كل اللي فات ده يوصلك على طول، وتابع حساباتنا على السوشيال ميديا. وفي حاجه كمان مهمه، ما تنساش تشيك على موقعنا عشان تشوف المنتجات اللي بنقدمها، زي اجهزه الالعاب والالعاب ذات نفسها والدراعات والسماعات وماوسات وكروت الالعاب بتاعت البلاي ستيشن والاكس بوكس والنينتندو. لا بص، انت خش على الموقع وقلب فيه براحتك بقى. من الاخر، لو ليك في التكنولوجيا والفيديو جيمز انت فعلا وصلت للمكان المناسب. شكرا للسبسكرايب اللي انت هتعمله، واهلا بيك في ايزي نيو تك. Thank you.